صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم عم بحكيكم من منطقة بني هاجر، عندي هذا المطبخ الإيطالي يلي خلصنا تركيبه اليوم. مثل ما بتعرفوا نحن عنا بالأقسام نشتغل فيه، عنا قسم خصيصاً للمطابخ الداخلية والمطابخ الخارجية. المطابخ الخارجية هي ستانلس ستيل، والمطابخ الداخلية هي خشب، اثنيناتهم بيجوا من إيطاليا مع الوكالات اللي نحن بنشتغل فيها اللي هي أران كوتشيني وبريماكس شيف. هذا المطبخ نحن اشتغلنا فيه من البداية بورسلان الأرضيات من عنا، الحوايط حتى تنسيق الألوان بين الأرض والخزاين والكاونتر توب كله كان من عنا نحن. بدي أعطي بس هيك معلومة صغيرة بخصوص المطابخ، الأشخاص يلي وصلوا لمرحلة التشطيب تبع المطبخ بس يوصلوا للطابوق ويجي المقاول بده يوزع السوكتات تبع الكهرباء والمي للمطبخ، نحن لازم نوقف شغل التوزيع، نروح نختار المطبخ من الشركات يلي هن اختصاصهم هذا الشيء، بننقي الديزاين، بننقي التوزيع تبع المطبخ، ناخذ الخرائط تبع الالكتروميكانيكال اللي هي الكهرباء والمي، وبنجي بنعطيها للمقاول كرمال ينفذ لنا اياها على حسب الديزاين يلي نحن اخترناه. لانه عاده نحن بس يجي الشخص لعنا واوريدي عامل التوزيع عشوائي بالمطبخ او مزود كثير سوكتات ومبلط وبيجي يختار المطبخ بتصير صعب شوي نحن نقدر نرتاح بالديزاين وبالتوزيع. مثل ما شفتوا او مثل ما نحن قلت لكم انه هذا المطبخ بلشنا نحن فيه من الاول، عملنا الديزاين مع العميل، اخترنا الالوان، عملنا السوكتات مع المقاول، بلطنا المطبخ مثل ما شايفين لون ابيض وجراي اللي هو الاسباني البلاط اللي عندنا، ورجينا اليوم ركبنا هذا المطبخ. المطبخ هو خشب سوليد، خشب القاش، مثل ما بتعرفوا خشب القاش هو من اكثر الخشب اللي هو الصلب اللي بيتحمل. جاي الديزاين نيو كلاسيك، شوفوا العرق الخشب كيف جاي خفيف هون مع الفريم، المسكات برونز، المفصلات هي سوفت كلوزنج سيستم بلوم المانيه، هيدول الخزاين اللي تحت فيها ارفف، عندنا هون اللي فوق الخزاين بتجي ازاز ميرور بهالطريقه، وهون عندنا ديكورات هدول بينحطوا كمان تحت الخزاين العلويه ليعطونا شكل، وكمان بنفس الوقت نقدر نحن نستخدمها. عندنا الكورنيش كمان يلي بيكون موجود فوق اليونتس اللي الكابتات العلويه، هذا الكورنيش كمان اللي هو بيعطينا شكل حلو للمطبخ ورونق حلو للمطبخ. بنجي لهون على منطقة المغاسل، هيدي المغسلة ستانلس ستيل، مغسلة كبيرة. عندنا هون كمان الجوارير، الدرج كمان سوفت كلوزنج سيستم بيتسكر شفط. كمان مع الاكسسوار اللي بقلب الدرج يلي هو بيتوزع فيه الشوك والسكاكين. عندنا منطقة المغسلة مثل ما ملاحظين الأرضية تبع اليونت يلي فيها المي معمولة بي في سي، كرمال اذا بعدين صار عندنا مشكله بالماي ليكج او شيء كرمال ما يخترب الخشب. والمطبخ مرتفع على الارض تقريبا 15 سنتي، هيدي النعل اللي تحت هي نعل بي في سي كمان تتحمل المي والرطوبه، كرمال اذا شطفنا الارض او نظفنا الارض ما يوصل مي للخزاين من تحت للخشب. عندنا الكورنر يونت اللي هون يلي هي نحن نستعملها بهيدا السيستم الباسكت اللي بتطلع لبرا كرمال نستفيد من المساحة اللي موجودة عنا يلي هي بالزاوية. عنا هون تو باسكتس هدول بيطلعوا لبرا. نرجع نجي لهون عنا البول اوت، هيدي كمان بنحط فيها الأغراض كمان مفيدة بترتب لنا المطبخ. نرجع نجي لهون عنا الشفاط مع الكوكر الكهرباء، هذا شفاط داخلي معه فلتر، وعندنا كمان الكوكري اللي هو 4 عيون. الزاوية الثانية من المطبخ كمان نفس سيستم الزاوية هذيك، كمان الباسكت اللي بتطلع لبرا، وحتى فوق الكبتات العلوية اللي فوق كمان الزاوية تبعهم عملية، فقدها بتفتح بهالطريقة كمان نحن نحط بقلبها كل الأغراض يلي بدنا إياها. نرجع ننتقل لهون، في عنا هون كمان الازاز مع الخزاين اللي هي الديكورات، وعنا هون كمان اللي هو المايكروويف مع الفرن البيلت ان، كمان مع البراد اللي هو كمان بيلت ان مع الفريزر تبعه. هدول الاجهزه الكهربائيه كمان نحن بنوردهم وبنركبهم.
ايلاند اللي معموله بنص المطبخ. شوفوا قد ايه عمليه. في عندنا طاوله هون كمان لاربع او خمس اشخاص معموله برخام اللي هو الارماني جراي. مثل ما بتشوفوا الطاوله الليفل تبعها انزل من الليفل تبع المطبخ، لانه هذا الارتفاع تبع هذه الطاوله هي ذات الارتفاع تبع طاوله الطعام اللي نحن بنشتريها. وعندنا هون اللي هي الايلاند اللي متابعه للطاوله، كمان كاونتر مع خزاين كمان من تحت وفيها بقلبها ارفف. هيدي الطاولة لنا عملية لأنه نحن مبدئيا بالمطبخ بنقضي كثير وقت فيه، من أكثر الأماكن اللي بنقضي فيه وقت زيادة، لأنه خاصة إذا عندنا هيك شيء ممكن نتروق بالمطبخ، نتغدى بالمطبخ، فلهيك لازم يكون التوزيع معمول بطريقة مرتبة ويكون عملي ويكون مريح كمان للشخص يلي عم يتنقل من منطقة الغسيل لمنطقة الفرن لعنا هوني كمان البراد والطاولة اللي هي موجودة بالوسط. بتمنى يكون عجبكم هذا المطبخ. اكيد انا بشوفكم مره ثانيه. المطابخ موجوده عندنا بفرع الطريق سلوى. اسم المطابخ موجود هنيك، الداخليه والخارجيه. مثل ما قلنا نحن بنبلش معكم من البدايه، من مرحله مثل ما بقولوا الطابوق، لا نوصل لهالمرحله اللي هي بنسلم المطبخ بهالطريقه. بشوفكم مره ثانيه انا، وبتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده للجميع.